نختتم اليوم المنتدى الإقليمي للبيانات والتنمية المجتمعية في إمارات الشارقة الذي كان فيه أكثر من 100 متحدث عربي وعالمي. طبعاً تم مناقشة القطاعات البيانات جميعها مثل استشارات المستقبل والذكاء الاصطناعي وقطاع التعليم وقطاع الصحة، وكان هناك أكثر من 60 حوار ملهم وجلسات حوارية وورش تعليمية من جامعات عالمية وجامعات عربية. مع نهاية المنتدى نتمنى أن تكون عمت الفائدة جميع المجتمع من طلاب مدارس وطلاب جامعات وكذلك الزوار من خارج الحكومة وأيضا موظفي الحكومة.